بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 من حلقات تأهيل الشباب للزواج. حلقة اليوم بعنوان الزفاف في الإسلام. فقد تحدثنا عن الخطبة وعن عقد الزواج، وكانت الخطبة هو عقد زواج تمهيد لهذا الدرس. فالإنسان يفرح في الزفاف، في وليمة الزفاف أو وليمة العرس أو الدخلة المسمى بالشرحة أولى. إذن الإنسان كيف يفرح في العرس وكيحزن في الجنازة؟ إذن هناك فرق بين الجنازة هناك والعرس. إذن ولكن المسلم كيف يفرح في العرس؟ لأن العرس عنده ضوابط، الإنسان المسلم خصو يطبق الشريعة الإسلامية، يطبق الأوامر وكذلك يبعد على النواهي. فالله سبحانه وتعالى ذكر الفرح في طاعته، وذكر الفرح في معصيته. والفرح اللي كيكون في معصية الله هو فرح الطغيان. الله تعالى قال في سورة يونس الآية 58: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. إذ الله سبحانه وتعالى حث على الفرح في هذه الآية. إذن الفرح في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الزواج عبادة. مدى الزواج أولى العبادة. إذن على المسلم، خص المسلم يفرح الفرح ديال الطاعة ديال سبحانه وتعالى. خص الإنسان يفرح باش الله تعالى يرضى عليه، ماشي الله تعالى يسخط عليه. ما خصناش نغضبوا الله سبحانه وتعالى في الأعراس ديالنا، لأن الأعراس اللي كنشوفوا راه الأغلبية ديال الأعراس في معصية الله سبحانه وتعالى. فالناس كيبغيو باش يرضى عليهم الشيطان ويبغض عليهم الرحمة، هادشي اللي كنشوف في العرس. ولكن المسلم اللي اختار الزوجة الصالحة وكذلك الفتاة اللي اختارت الزوج الصالح، مادام هما صالحين
خصهم يديروا واحد العرس زفاف اللي يرضى عليه بالله سبحانه وتعالى، باش الله تعالى يرضى عليه، لان الانسان غادي يكون اسره في اول ليله ويغضب عليه الله سبحانه وتعالى. اذا لا غضب عليه الله سبحانه وتعالى في اول ليله، اذا هذا الانسان ما غاديش ينجح، ما غاديش تنجح الذريه ديالو. هذا هو السبب اللي كنشوفوا انه بزاف ديال الناس كيطلقوا، لان الانسان فتح الحياه الزوجيه بالمعاصي. كيفاش هذا العرس غادي ينجح؟ كيفاش اولى غادي ينجح؟ اذا لابد المسلم صراعي الامور اللي كيبغيها الشرع. ولكن سبحانه وتعالى ذكر الفرح ديال الطغيان، الفرح في معصيه الله سبحانه وتعالى. هناك قصه ديال قارون. قارون لما خرج متكبر في وسط ديال القوم ديالو، واش قالوا القوم ديالو؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الله تعالى ما كيحبش الفرح ديال الطغيان، الفرح في معصيته، وانما الله تعالى كيحب الفرح اللي كيكون في طاعته سبحانه وتعالى. اذا الانسان غادي يدير العرس وليمة الزفاف او وليمة الدخلة، هنا كيعرض على الناس، وهنا كيدخلوا فاميليا ديال الزوج، فاميليا ديال الزوجة، واش حنا غادي نديرو العرس ولا نديرو العزات، كذا كل واحد كيدخل وكيقول هو انا ما غاديش نعاود، وكتجمو كذلك انا ما غاديش ولدي ولا بنتي ما غاديش يعاود. هنا الانسان بحالنا كيعلم الغيب، شكون اللي قال لك الحاجة ولدك ولا مين قرا تعويذ او يلم قرا تعويذ؟ أرى الإنسان ما كيعرفش وما كيعلمش علم الغيب. مش حال واحد عاود طلق وعاود، مش حال واحد مات له المرأة وعاود، مش حال من وحدة طلقت وعاودت، ومش حال من وحدة مات لها الرجل وعاودت. لأن هنا كيدخلوا الشياطين ديال الإنس والجن. فالشاب إذا كان صالح والشابة إذا كانت صالحة، ما خصهمش يطيعوا الوالدين في هاد المعصية، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا بغيت ندير العرس، ندير العرس إسلامي، سواء الشاب أو الشابة. إذا الوالدين ولا الجيران ولا العائلة ما خصهمش يدخلوا في هاد العرس، إذا كان يدخلوا إذا كان مثلا في الطاعة ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن باش ندير أنا العرس معصية الله سبحانه وتعالى، ما عندي ما ندير بهذا العرس. إذا الإنسان خصو المسلم، لأن المسلم كيمتثل الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى وكيجتنب النواهي ديال الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان خصو يفرح في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن العرس ديالو راه عبادة، الزواج عبادة، باش الله سبحانه وتعالى غادي يبارك له في هذا العرس. ها الله تعالى غادي يبارك القران، اذا الحمد لله سبحانه وتعالى غادي يبارك كذلك كحل الجيران، الله سبحانه وتعالى غادي يبارك الزوجه، الله سبحانه وتعالى غادي يبارك الزوج. اذا حنا غادي ندير مثلا هالوليمه، واش نجيبوا المغنيين والمغنيات ها الراقصات؟ لا لا يجوز. اذا انسى يكونوا مع نساء، يجتمعوا مع نساء، ما غاديش يكون الرجال مع نساء، لأن حرام باش يكون الاختلاط. سي مغارين أكس مغارين أكس سيف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح الدف البندير، ممكن نساء يضربوا في البندير يشطحوا، ها ولكن نساء بيناتهم، لأن حنا في الفرح،
لا ماشي في العزل، اذا النساء يشطحوا. ولكن هنا العلماء يقول واش ممكن المراه ترقص؟ لا، البنات صغارات يرقصوا لا حرج، النساء يضربوا في البندير ها، اذن يضحكوا يفرحوا مع هذه المراه. وكذلك الرجال شباب رجال ممكن يفرحوا كذلك مع الزوج، مع الرجل ها، يمكن يجيو مثلا شي فرقه ديال اناشيد ها. ولكن الناس هنا خصهم يراعيو الجيران والمرضى ها والعجزة. ما خص الانسان مثلا يدير البوق فوق السطاح مثلا الصداعات يأذي الجيران ويأذي العجزة والمرضى، لا الانسان خصو يسمع غير هو، ما غاديش يسمع الدوار، يسمع الحي، يسمع المدينة، لا الانسان هو اللي كيدير العرس ها غير بيناتهم، باش لان حرام باش الانسان يدير شي عرس مثلا الموسيقى وكذا ويأذي الجيران ها. لا حتى مثلا الانسان يدير القران مثلا الى جاب مثلا شي شيخ ها، شيخ اللي غادي يدير الدرس، ماشي شيخ خالد او شيخ خالد كذا وكذا، ماشي الشيوخ ديال الموسيقى ولا الاغاني، لا يجي شي شيخ مثلا اللي غادي يدير الدرس مثلا يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا والشروط ولا الاركان ولا الزواج، يجي كيذكرهم الله سبحانه وتعالى وكيفرحوا وكياكلوا مثلا. والانسان مثلا اذا كان مثلا عرض عليه شي واحد خصو يستجب، الانسان الا عرض عليه شي واحد يمشي، الا اذا كان عنده عذر ولا اذا كان هذاك العرس فيه منكرات، فيه موسيقى، فيه اختلاط كذا، لا يجوز له يمشي. ولكن اذا ما عندوش العذر، ما كانش منكرات، ما كانش موسيقى، خصو يستجب. اللي ما استجبش انه اعصى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما عندوش عذر، ما كانش منكرات، يجب عليه ان يلبي الدعوه. وكذلك التصاور مثلا ها، الناس مثلا كيصوروا مثلا ها، لا كل حاجه تكون عندها الحدود في الشرع. الانسان مثلا هذا دار العرس ها، في طاعه الله سبحانه وتعالى حضروا المؤمنون وما حضروا الشياطين، لما يوكل الناس كل واحد غادي يمشي ها الى داره، اذا هذا الانسان غادي يمشي يجيب العروسه. ولكن فوقاش يجيب العروسه؟ ماشي مع 3 الصباح يصد على الناس، ماشي 6 الصباح، ماشي 5 الصباح كما كيديروا الناس. الناس كيمشيو يصليو الفجر وهما كيمشيو يجيبوا العروسه، لا حتى الانسان مثلا خص يجيب العروسه مثلا 12 ولا الوحده ولا الزوج، خص حتى يكون الناس عاد فايقين، ماشي حتى نعسوا الناس على هو كيف مثلا كيجي يدي مجموعه ديال السيارات وبقى يزمروا يطبلوا، لا هذا لا يجوز. واش الانسان بغى الله سبحانه وتعالى يرضى عليه ولا بغى يرضى عليه الشياطين ديال الانس والجن؟ الانسان غادي يمشي في طاعة الله سبحانه وتعالى، غادي يجيب مثلا العروسة، يجيبها يدخلها للدار. هنا كسنن خص الإنسان يطبقها في هذه الليلة، ليلة ديال الدفنة. إذا الإنسان لما كيدخل على الزوجة ديالو، كاين بعض الناس كيستناو أه فوقاش يخرج العريس، فوقاش من بعد يفرغ مولاي، من بعد تسليت، من وقع جار تسليت مولاي، لا هذا لا يجوز. الانسان دخل مع عند الزوجه ديالو بحال انسان عادي ها، مشى معس مع الزوجه ديالو في اي وقت، ما غاديش يستنى حتى هنا، ما غاديش يستنى واش بكر ولا ماشي بكر، واش عزيمه ولا كذا، هذا لا يجوز. هذه مساله السر ديال الزوجين بيناتهم. لما كيدخل اذا كان مضي غادي يصلي ركعتين شكرا لله، كيشكر الله سبحانه وتعالى انه يسر له الزوجه الصالحه ويسر له هذا العرس، ما كان فيه لا مشاكل حتى شي حاجه، لان عباده. اذا هو يتوضا ما كانش عنده الوضوء، هي كذلك، وغادي يصلي ركعتين جوج ركعات اثنان ركعتين. اذا ما احسن هو يكون الامام، لانه هو المسؤول عن الاسره، ما احسن يكون الامام، غادي يصلي جوج ركعات. لما يصلي جوج ركعات كيقرب عندها، كيدير لها اليد على الناصيه
الجبهه كيقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه او ما جبلتها. ويقول كذلك اللهم اني اعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولكن هذا الشرط يقوله غير في السر، لان ربما الى قال بها السر من الجهر اعوذ بك من شرها ربما غادي يوقع هي ما غاديش تبغي. لا، واحد الشاب عيا ما يحفظ هذا الدعاء، نهار اللي دخل دهش، ليس احنا علاش غادي يدهش، الامور عاديه. لما دخل باش يقول هذا الدعاء بقى كيتمتم يتمتم يتمتم، ما اش قال؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. هذا الدعاء يقال في السفر، ليس لك في السيارة ديالو كيقول هذا السفر. إذا هذا الإنسان باش يقول الدعاء ديال العرس باش الله تعالى غادي يبارك له في هذه الزوجة، قال دعاء ديال السفر. خص الإنسان يثبت يثبت الأمور ديالو، لأن يكون ما يكونش خاجل، ما يكونش رايح شمال أو يتسدحي وكذا، الأمور عادية ما كاين حتى شي مشكل. الناس اللي تزوجوا راه عندهم الأمور عادية، والإنسان حتى مثلا شاب ما عرف شي حاجة يسأل أهل الذكر، يسأل الناس اللي تزوجوا، راه ما كان الإنسان عادي. الناس اللي حضروا في العرس يباركوا الزوجين، يقولوا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أو يقول للزوج إذا كان مع الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي العرس ما خصوش يكون الإسراف، ما يكونش التبذير، لأن الله سبحانه وتعالى حرم التبذير وحرم الإسراف. الله سبحانه وتعالى كيقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. واش الإنسان يكون إخوان للمؤمنين أو أخ للشيطان أو أخ للمؤمنين؟ إذن الإنسان ما خصوش يبذر، وكذلك ما خصوش الإسراف، والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. إذا واش الفرق بين التبذير والإسراف؟ الله تعالى ذكر الإسراف وذكر التبذير. إذا هنا كيقولوا العلماء ديال التفسير، التبذير هو إنفاق المال في معصية الله وفي غير ما لا فائدة فيه. إذا التبذير الإنسان كينفق المال في المعصية في شي حاجة ما فيهاش الفائدة، لعبا كيلعب في الأموال. أما الإسراف هو الزيادة، الإسراف الزيادة في الطعام والشراب واللباس بدون فائدة، كيزيد. إذن كاين بعض الناس كيديروا العرس بعشرين مليون، وكاين الناس اللي كيديروا بعشرة. إذن هذا الإنسان إلا طلبنا منه عنده 20، بغى يدير 20 مليون، طلبنا منه باش انه هذاك 20 مليون يزوج معاه 4 ديال الشباب، واش يديرها؟ إذن إلا كان زوج 4 الشباب راه عنده حسنات، الله تعالى غادي يرضى عليه. ولكن إذا كان صرف 20 مليون الله تعالى غادي يغضب عليه. إذن هذا الإنسان واش بغى الله تعالى يغضب عليه ولا بغى الله تعالى يرضى عليه؟ لا، لأنه يقول لك لا أنا غادي نصرف 20 مليون ما غاديش نزوج مع ولا 3 ديال الشباب. لو كان الناس مثلا اللي عندهم أموال كيصرفوا أموال باهظة بزاف ديال الأموال، ولكن مع ذلك أنه هذا الله تعالى ما غاديش يبارك له في هذاك العرس، مش حال الواحد حنا كنعرفوهم. إذا صرف أموال كثيرة في العرس الله تعالى عام ما كيوصلش عام كيطلق، إذا كيقلب عاود على الزوجة وكذا. من بعد يقول لك إيوا أنا دابا غادي ندير واحد العرس غير خفيف،
لان في النهار الاول انت اللي ضيعت راسك، لان انت اللي ضيعت انت ما بغيتش الله سبحانه وتعالى يرضى عليك، بغيت الشيطان يرضى عليك وبغيت الناس يرضوا عليك. اذا من الاول ديرها بعدا مزيانه، الى عندك فلوس بزاف زوج معاك ثلاثه ولا اربعه ولا غير واحد شي شاب باش الله سبحانه وتعالى يرضى عليك، والله سبحانه وتعالى غادي يبارك لك في الزواج ديالك وفي الزوجه ديالك وفي الاولاد ديالك اللي غادي يجيو. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.